في تفاصيل هذا المشهد المتوتر في جنوب لبنان، أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية معنا مباشرة من بيروت. بعد تحية لك أحمد، ما زال مشهد التوتر في جنوب لبنان مستمر إلى الآن، لكن ترى ما الجديد لديك في هذا المشهد؟ نعم، تحياتي لك في البداية. ربما الجديد في المشهد هو وتيرة وحدة العمليات التي تنفذ من الجنوب اللبناني، وأيضا حدة الاستهدافات الإسرائيلية مدار الساعات القليلة الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني، ومن بين هذه البلدات بلدة مركبة وأيضا حولة و منطقة جبل الريحان، وهو بذلك يصل إلى نطاق أبعد وإن كان ضمن نطاق جنوب نهر الليطاني ومنطقة الجنوب اللبناني، ولكن هناك عمليات يتوسع فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمق الجنوب اللبناني. أيضا كانت هناك استهدافات عديدة بالقصف المدفعي لأطراف عدة بلدات في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، وخصوصا بلدة الناقورة التي تضم مقر قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. في المقابل أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 7 عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية على مدار الساعات الماضية. أطلق خلال هذه العمليات عشرات الصواريخ من طراز كاتيوجا باتجاه مواقع إسرائيلية حيوية. ربما كانت آخر هذه العمليات إطلاق مجموعة من صواريخ كاتيوشا باتجاه قاعدة مرجليوت التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وبالتالي وتيرة العمليات تتصاعد، مما دفع الأمم المتحدة ممثلة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بالتحذير من التصعيد المستمر وزيادة كثافة العمليات في الجنوب اللبناني على جانبي الخط الأزرق. وأكدت أيضا أن هذا التصعيد ربما ينذر أو يزيد من خطر حرب واسعة النطاق في المنطقة، وبالتالي هذا هو أعلى تحذير من القوة الأممية في الجنوب اللبناني منذ بداية التوترات في 8 أكتوبر الماضي. أكدت أن حدة العمليات وخصوصا أمس الأول ربما تنذر وتزيد من خطر حرب واسعة في الجنوب اللبناني أو حرب واسعة النطاق وفقا لما وصفته القوى الأممية في الجنوب اللبناني. أيضا كانت هناك زيارات مكثفة لمسؤولين أمميين، سواء لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أو لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، من أجل بحث سبل احتواء التوتر في الجنوب اللبناني ووقف العمليات ووقف التصعيد أيضا المستمر خلال الساعات الماضية. يعني بالحديث حول نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، تحدث منذ يومين بالتقريب على أن ما يحدث في جنوب لبنان هو صدى للمآسي في قطاع غزة، ودعا أيضا المجتمع الدولي في تصريحاته إلى وقف الآلة التدميرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. فماذا عن هذه الرسائل، وهل تأخذ صدى دولي لإيقاف ما يحدث في المشهد المتوتر في جنوب لبنان؟ بالتأكيد هذه الرسائل لها صدى دولي، وخصوصا أن هناك اتصالات سياسية ودبلوماسية مكثفة أجراها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على مدار الأسابيع القليلة الماضية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية. في بداية الأمر بدأت الجبهة اللبنانية كجبهة إسناد للوضع في قطاع غزة، ومع مرور الوقت توسع جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين واستهداف البنى التحتية للدولة اللبنانية واستهداف أيضا المنشآت العامة والثروة الزراعية والثروة أيضا وكافة الثروات للدولة اللبنانية في الجنوب. فبالتالي وكان هناك ثأر للدولة اللبنانية مع إسرائيل، وخصوصا أن لبنان رصد منذ بداية وقف العدوان الإسرائيلي في تموز يوليو عام 2006 وحتى اليوم أكثر من 35,000 انتهاك للسيادة اللبنانية برا وجوا وبحرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. فربما ما يطالب به رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في الوقت الراهن هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باعتباره المدخل الرئيسي والضمانة أيضا للاستقرار الدائم في الجنوب اللبناني، ثم بعد ذلك وقف الأعمال والوقف العدوان والبحث الوقف مستدام للعدوان الإسرائيلي في الجنوب من أجل أيضا الوصول إلى أمن مستدام. ربما هناك اتفاقات في هذا الشأن تتضمن دعم الجيش اللبناني لفرض سيطرته بالكامل على الوضع الأمني في الجنوب بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وذلك بعد دعم الجيش اللبناني سواء على مستوى المعدات أو مستوى الأفراد، وأيضا زيادة الدعم للقوى الأممية في الجنوب اللبناني سواء أيضا بالأفراد أو المعدات
ليمكن حتى يمكن الوصول إلى سلام دائم في الجنوب اللبناني. هذا ما تسعى إليه الحكومة اللبنانية خلال الفترة المقبلة. لكن يعني الاحتلال يعني ينتهج نهجا جديدا في الناحية العسكرية أو الميدانية على الأرض بأنه يقصف بعض البلدات في جنوب لبنان، ليس بالمدفعية فقط أو بالطيران الحرب، لكن بقذائف الفوسفور. يعني والجميع يعلم خطورة استخدام قذائف الفوسفور التي استخدمت بالدلائل في قطاع غزة وأدت إلى يعني تدمير هائل في البنية التحتية وحتى على الأرض. الخطورة نتيجة لاستخدام جيش الاحتلال لقذائف الفوسفور في حربه واستهدافه للقرى والبلدات بجنوب لبنان. نعم، بالتأكيد هذه نقطة رئيسية كما ذكرت فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، لأن العدوان على المنازل فالمنازل يمكن إعادة إعمارها من خلال خطط إعادة الإعمار فيما بعد الحرب، أما الفوسفور فهو يدمر بشكل كبير جدا الأرض الزراعية والتربة الزراعية في الجنوب اللبناني، بما يؤثر بشكل كبير جدا على أولا القوة العاملة وأيضا مصادر الدخل لعدد كبير جدا من سكان الجنوب اللبناني الذين يعتمدون في مصادر دخلهم على الزراعة، وخصوصا زراعة الزيتون الذي يتميز به الجنوب اللبناني، وأيضا الزراعات الموسمية والزراعات الأخرى. هذا في الشق الأول. الشق الثاني الأمن الغذائي للدولة اللبنانية، لأن الجنوب يعد من المناطق الرئيسية لتدبير وتوفير السلع الغذائية للدولة اللبنانية بشكل عام، سواء فيما يتعلق بالقمح أو أيضا السلع الاستهلاكية اليومية، السلع الزراعية الاستهلاكية المستهلكة بشكل يومي، فبالتالي سيؤثر بشكل كبير جدا على الأمن الغذائي للدولة اللبنانية. فكل هذه الأمور هي محل تحقيقات، وسبق للبنان أن تقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة فيما يتعلق باستخدام الفسفور في قصف الأراضي اللبنانية في الجنوب. أشكرك على تفاصيل هذا المشهد المتوتر بجنوب لبنان، كنت معنا فيه مباشرة أحمد سنجاب من بيروت.